السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ده الفيديو التاني عن البواسير الشرجية. إحنا كنا اتكلمنا عن البواسير الشرجية، الأعراض ودرجاتها وطرق التشخيص وكل الحاجات اللي سردناها في الفيديو اللي فات. الفيديو ده هنتكلم على الجراحة، دور الجراحة في علاج البواسير الشرجية. الحقيقة إن الجراحة هي أهم حاجة أو أكتر أسلوب بيبقى فيه نجاح في علاج البواسير الشرجية هي الجراحة. الجراحة بتتقسم لأنواع، يا اما جراحة عادية، جراحة تقليدية ان هو بيستأصل البواسير الشرجية عن طريق الكي او عن طريق بنسميها الجراحة، او عن طريق بعض الحاجات المودرن زي اللي هي بتستأصل البواسير وبتقفل مكانها زي الحاجات الحديثة جدا زي الليجاشور او الهارمونيك. دي حاجة آلة بتقفل المكان البواسير وفي نفس الوقت بتستأصل البواسير، والحقيقة ان هي اثبتت نجاح كبير جدا بحيث ان هي بتقلل حدوث النزيف بعد العمليات على عكس الجراحة. مقارنة بالجراحة نفس النتائج وأفضل للمريض الحاجات المودرن زي الليجاشور والهارمونيك. طيب البواسير اللي هي من الدرجة الرابعة اللي هي سيركمفرنشال أو واخدة الشرج كله أو عاملة سقوط جزئي في الشرج، أفضل حاجة للنوع ده في العلاج هي الدباسة، دباسة البواسير أو الدباسة الشرجية. بستأصل جزء من الغشاء المخاطي لنهاية المستقيم وبالتالي برفع البواسير أوتوماتيك، بتترفع لفوق، بتتدبس لفوق، بتقفل الدموية عليها وبالتالي بيحصل لها شرينكن مع الوقت او بتضمر مع الوقت. طيب هل الليزر ليه دور كبير جدا في علاج البواسير الشرجيه؟ احنا كلنا بنسمع عن الليزر ومفيش الم ومفيش وهرجع شغلي بسرعه، هل هو ليه دور في ليه دور بس دور محدود جدا في الدرجه الثانيه من البواسير وبدايه الدرجه الثالثه، اما هو ما ينفعش خالص في الدرجه الثالثه المتاخره او الدرجه الرابعه لان هو اوريدي ابتدى يحصل سقوط جزئي للمستقيم. وبالتالي لو انا حاولت ان انا استخدم الليزر في الدرجه الرابعه او نهايه الدرجه الثالثه هيحصل هناخد جرعه عاليه من الليزر وبالتالي ممكن يحصل التهاب جامد جدا في الشرج او تورم جامد جدا والبواسير هترجع تاني لان هي ما اتشالتش، ان هي اوريدي موجوده. اما دور الليزر فهي الدرجه الثانيه، بس الدرجه الثانيه اللي هي يا دوبك تخرج بره الشرج وترجع اوتوماتيك، تكون صغيره جدا، بقدر ادي جرعه معقوله من الليزر لان الليزر برضو ده تردد حراري، يعني دي حاجه حراره او حاجه فيها ثيرمال انرجي عاليه جدا وبالتالي ممكن يحصل مشاكل جدا للغشاء المخاطي للشرج، واحنا شفنا حالات حصل لها الحاجات دي كانت عامله بالليزر. فالليزر ليه دور بس مش في كل حالات البواسير. مهم جدا ان كل حاله تتعالج بالطريقه المناسبه ليها، يعني انا عندي البواسير كذا درجه لازم نكشف ونحدد العلاج عشان يكون نافع للمريض مش ضار للمريض. ان شاء الله تعالى احنا في مركزنا بنقدر ان شاء الله تعالى ان احنا نحدد الدرجه بتاعت البواسير ونشوف الطريقه المناسبه ليك. مش شرط تكون جراحه، ممكن تكون علاج، مش شرط تكون ليزر، ممكن تبقى جراحه عاديه، ممكن تبقى بالدباسه، في طرق كتير جدا من علاج البواسير. ده كان فيديو صغير عن علاج البواسير.